الفاصلة المنقوطة هذه لما متى استخدم؟ فاصلة تحتان الضاء، وبعض الأحيان كثير من الباحثين يهملوها لعدم معرفتهم بها، وهي تستخدم لتفصيل الكلام بين اجزاء الجملة. بين اجزاء الجملة تقول مثلا وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، تعمل ايه؟ فاصلة منقوطة تعمل فاصلة منقوطة ثم تكتب كيف اختلفوا. انت تفصل الكلام الذي قلته ايه؟ قبل لا زالت الجملة ما خلصت، لكنك تريد ان تفصل الكلام هذا كتفريد له، تفصيلا له. مثلا تقول التزموا في المحاضرات مناهج البحث فاصله منقوطه وهي يومان في الاسبوع، وهي يومان في الاسبوع. فهنا تريد ان توضح لنا، تفصل لنا كم هي ايام المحاضرات التي تلتزم بها. اذا تاتي الفاصلة المنقوطة لتوضيح أو تفصيل ما قبل التفصيل، ما قبل أن تقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة تعمل فاصلة، فمنهم من قال أنه كذا، ومنهم من قال كذا وكذا وكذا، أو في تعدد مصادر التوفيق. أيضا عندما تكون الجملة الثانية سبب للجملة الأولى، أو الجملة الأولى سبب للجملة الثانية، نجح لأنه مجتهد، لأنه مجتهد. فاصلة منقوطة، فاصلة منقوطة. كل جملة الأولى سبب الثانية، أو تكون الثانية سبب أعمل الخير وأترك الشر. طبعا أنا أعطيكم أهم الاستخدامات، والباقي يعود عليكم، وهي موجودة في ملف سلسلة لكم. أيضا من علامات الترقيم الشرطة. عفوا نبدا بنقطتين على بعض، نقطتين على بعض هذه متى تبدا؟ بعد كلمة ذكر وقال في الاقتباس. بعد القول، عفوا بين فعل القول والمقول، بين فعل القول والمقول. قال مثلا فلان فلان، ثم نقطتين على بعض تأتي ايش؟ بالقول، بين فعل القول والمقول. مثلا قال اذا كان تذكر اسمه نذكره، بس النقطتين ستكون بعد الاسم. قال احمد نقطتين على بعض هكذا، او حيث قال وقد احنا عارفين اسمه، حيث قال نقطتين على بعض. أو حين يفعله وعليه
استخدامات ايضا في قائمه المراجع. قائمه المراجع وليس مثل هامس المراجع، لا، في قائمه المراجع بعد مكان النشر. لا تكتب مثلا احمد محمود سعد جميل ثم نقطتين على بعض في قائمه المراجع اخر رساله، ثم تاتي ببيانات المرجع. بيانات المرجع بعكس الكتابة المرجع في الهامش، ما في نقطتين على بعض، في فواصل، في فواصل، لكن في قائمة المراجع هكذا بهذا الشكل تكتبها، وتكتبها على شكل معلقة، على شكل معلقة بحيث انه احمد معه ساعة نظرية الالتزام كذا وكذا، ثم قد يكون معه طار عليك الكلام، لما وصلت إلى دار النشر ثم العام 90 مثلا. المرجع الثاني تكتبه هنا، شوف عشان ما يدخل عليك هذا الكلام، تحت الاسم اللي بقي من بيانات المرجع يكتبه، تكتبه بشكل معلق، بشكل معلق هنا، ما يروح على عندك الكلام هنا الى تحت الاسم. يعني يكون هذا واضح. سنشرحها فيما بعد، لكن انا اتكلم عن النقطتين على بعض في قائمه المراجع، ايضا تستخدم بين اسم المؤلف والمرجع وبياناته. الشرطة الشرطة هذه الشرطة لما تستخدم لا مش أيها بعض الأحيان أرقام لأن الترقيم على الترقيم يستخدمه قد يكون ترقيم أو شرطة وقد يكون أبوه نقطة لأنه على حسب الكمبيوتر هو اللي يحتاج الترقيم قد يكون ترقيم هذا الشكل قد يكون في ترقيم تستخدم في اول الشرط لكن لذلك مش ضروري لكن هذا تستخدم بين في التقسيمات بين كلمه اولا ثانيا ثم العنوان اولا تقول كذا تستخدم في التقسيمات اولا في التقسيمات تكتب لي اولا وثانيا اولا مثلا تكتب العنوان ثانيا شرطه جانبية هكذا ثم تكتب العنوان أيضا بالجمل الطويلة التي تطول ثم تتبعها جملة تكتب شرطة وإن كان هذا الاستخدام قليل بالنسبة له أو في آخر الجمل أيضا يستخدم أحيانا الشرطة بدلا عن الترقيم نفسه بدلا عن الترقيم نفسه مثلا قد كتبت أولا كتبت ثانيا وكتبت واحد اثنين ثلاثة وما عادش معك أرقام تكتب إيش؟ شرطة أو بعض الأحيان كذا الواحد يحاول إنه يختصرها بكتابة بدل عن الترقيم يكتب شرطة معينة للتوضيح أو التقسيم أو في الجمل غير التامة في الجمل غير التامة عندما تكون طويلة ثم تلحقها إيش جملة فيما بعدها طالت عليك الجملة الأولى دون أن تنهي الكلام ما تقدر تستعمل فيها فاصلة بتعمل شرطة بتعمل إيه شرطة الشرطتين هذه متى تستخدم؟ الجمل الاعتراضية أي التي خارجة عن سياق الكلام خارجة عن سياق الكلام وهي يبدو كأنها نشاز في بداية الجملة لأنها فقط أردت فيها تلفت الانتباه ولكنها ليست داخله في سياق الكلام فتعملها ايه؟ شرطتين في الجمل الاعتراضيه جمل شرطتين بين الكلام بين الكلام مثلا تاتي تقول تكتب على الجملة الأولى على حق الفيتو مثلا حق الفيتو في الأمم المتحدة وجود حق الفيتو وأنت مثلا أنت تتحدث عن حق الفيتو فيتو في الأمم المتحدة التي تقول التي تمتلك خمس دول مثلا وتكمل ايه؟ سياق الجملة وانت حديثك عن ايه؟ عن انك تعترض على حقه على وجود حقه حق الفيتو
مثلا هذا مثال، والجملة حقق الاعتراضي أو تقول الذي نساء حق الحد العامية الثاني، وهو خارج سياق كلامك الذي تريد أنت تقول أنها هذا الأمر معين. قبل بين وما جملة داخل سرد جملة داخل إيه السرد هنا. الجملة حقك هذه والكلام هنا موصول بها هذه الجملة الاعتراضية خارج عن السياق. لو أخذتها لن يؤثر بالمعنى، لو أخذتها الجملة الاعتراضية لن يؤثر بالمعنى بين ما قبلها وما بعدها. فقط أنت عرفت هنا أنت تدخل هذا الفيه انتباه أيضا من العلامات علامات الاستفهام، وهذه معروف معروف علامات الاستفهام متى تكتب أو معروف اسمها فيها علامة الاستفهام تكتب بعد الاستفسار في علامات علامة الاستفهام معروفة التي تضع سؤال question mark بعد كل سؤال دراسة الموضوع و عادةً تنهي جملة علامة الاستفهام تنهي جملة وتعطيها معنى تام ولا يكتب نقطة بعد علامة الاستفهام لأنها تكفي بذاتها علامة التعجب معروف علامة التعجب كيف رمزها صح؟ كذا علامة هذه علامة التعجب عندما تتعجب من شيء سواء كان تعجب للاستغراب او استنكار او لانك معجب بما بالعمل فانتم تعرفون استخدام هذه العلامه ايضا بقي القوسين المعكوفين وان كان قد ندر استخدامهما الآن متى استخدم هذا القوسين المعكوفين؟ في الرياضيات عندما تشير إلى المجموعة صح؟ مجموعة كذا أو مجموعة جزئية وما إلى ذلك، لكن أنا لا أتكلم عن الرياضيات، أتكلم عن تستخدم في المجموعات الموثقة اللي فيها ليس مثالية لا عندما تقتبس نص ثم تريد أن توضح داخل الاقتباس نفسه من كلامك أنت تضع قوسين معكوفين لأنه أنت النص مش حقك الكلام ليس لك ولم تتصرف فيه النص هو نص مقتبس ثم تريد أن توضح داخل النص نفسه كلام من عندك مثلا كان تقول وهذا الرأي قد رجع عن صاحبه مثلا داخل النص نفسه او هذا الراي لم يوجد في الطبعه التاليه وما الى ذلك هذه الان اصبح يستغنى عنها ليش يستغنى عنها؟ لانك يمكن ان توضح بالهامش تعمل العظم وتوضح هذا بالهامش توضح هذا كان اول لانه ما كان يتم الهوامش كثيره لكن الان مع تقدم الطباعه وما ذلك تستغنى عن القوسين هذه وتكتبها وين؟ فلان ملاحظة هذه وين؟ فلان هذه أهم علامات الترقيم ولا سنرسل لكم أيضا ما زاد أو من الاستخدامات في الزملاء للمجموعة يعني هذا القوسين لو يعني بتغني عن القوسين لا 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 وتكتب الكلام على داخله
داخل قوسين ثم تقدم لها داخل كلام مكتوب داخل قوسين نفسها داخل النص المقترح داخل النص يجب التنبه عن كتابة البحث إلى كيفية الموائمة بين خطوط العنوان وخطوط الأفكار. يجب أن تكون مختلفة، يجب أن تكون مختلفة في حجم الخط في العنوان، تكون كيف أكبر من من أكبر من من المدن نفسه عناوين أو على الأقل تكون حاني بلوك بلوك يعني في التنوين التنوين لو شمل التنوين فيه التنوين تنوين معرفة يعني مثلا التنوين كذا تنوين لا 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 ما مش حاجة التنوين والتنوين أنا مع ليس مع فكرة التنوين لجب أن تكون بخط أسود بلا اللهم إنه كبير العناوين كبيرة تكون كبيرة بلا يعني حاني أسود حاني أسود ولا يعني أولاً مختلفة عن تميزها عن المد تميزها عن المد لا بخبر لا بدو يعني ها لا بدو يعني هذا الشارع كيف لا بدو يعني هذا الشارع أنا هنا أفترض إنك أمام رسالة هل يجوز لك أن تقدم رسالة مكتوب خطر لا 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 يجوز حتى في زمان كانوا يكتبوا على الآلة الطابعة هذا الكتابة القديمة ما حد قدم رسالة ماجستير بخط ما بالك الآن احنا في حالة قدم فريدة من نوعين ها؟ قدم فريدة من نوعين مكروه ومكروه لا لا ممنوع مش مكروه ممنوع ما مش رسالة ماجستير تقبل بخط هم كيف يحفظها في المكتبات وتوزعها حتى تذهب إلى مركز وطني المعلومات ما اللي يقبل منك رسالة ماجستير؟ مقبولش البحث حقها الكلب وليس في كتاب ممكن على كل مؤسسة أو جهة لها شروط في البحث مو شروط البحث مثلا قد تشترط عليك أن يكون مطبوعا أن يكون مطبوعا وعادة ما يضع شروط أن يكون مطبوعا البحث أو رسالة ماجستير من شروطها أن تكون مطبوعة وتقدم كذا نسخة وما إلى ذلك الهوامش انا ما كنت اشتي اتطرق الى الهوامش لكن سنتطرق اليها الان هوامش البحث كيف تكتب الهوامش قبل الحديث عن كيفية كتابة الهوامش ما هي أنواع الهوامش؟ ما هي أنواع الهوامش؟ وما وظيفة كل منها؟ أنواع الهوامش الهوامش أو الهوامش المراجع الهوامش التفسيرية هوامش إلى حال الأول نوع من أنواع الهوامش هو هوامش المراجع والمصادر المراجع والمصادر من حين وظيفة صار معنى هذا التقسيم من حين وظيفة كل هامش النوع الأول هوامش المراجع والمصادر الاجتهاد أيوة ثم النوع الثاني